استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السيده تريزا افوار رئيسه مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائيه والوفد المرافق لها وخلال اللقاء اشاد رئيس مجلس الشيوخ بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا اهميه تطويرها للوصول بها الى افضل المستويات خاصه في ظل وجود رغبه صادقه على مستوى القياده السياسيه في البلدين لدعم تعاون الثنائي من جانبها اكدت رئيسه مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائيه ان زيارتها لمصر تهدف الى تطوير العلاقات البرلمانيه بين الدولتين والاستفاده من الخبرات المصريه الممتده في الحياه النيابيه هذا وقام الجانبان بتوقيع مذكره تعاون بين مجلسي الشيوخ بالبلدين كما وافقا على انشاء جمعيه صداقه بين المجلسين